مساكم الله بالخير جميعا. حلقة جديدة من برنامج فكر معانا. شيخة قولي لهم السؤال. ما هي الفاكهة التي تسمى بطعام الفلاسفة؟ فكر معانا. طعام يعني يوكل ولا؟ نعم يوكل. العسل؟ لا. الزيت؟ لا. تمر؟ لا. التفاح؟ طعام الفلاسفة يمكن حبوب أو شيء في لا لا, لا. مو بسبلمنتس لا أعطني فواكه تفاح عدس حمص لا هل بلاليط لا هاي ريوقنا هاي البلاليط أنت رأيك فواكه هاي إيه يسمونها طعام الفلاسفة فكر لحظة فكر آه شوف القاري مليان هدايا وجوائز إيه الموز هل الموز إيه تسألني ولا تجاوب تجاوب ولا تسألني لا جاوب إنزين ثبت بين الموز والرز لا الموز إن شاء الله ألف مبروك إجابة صحيحة تستاهل القاري يا جماعة ربحت معانا جائزة من دماس المجوهرات وأيضا جائزة من الجزيرة العطور ومن شوبان للحلويات والتمور وجائزة من الميرة المواد الاستهلاكية وأيضا جائزة من مركز ماربل الطبي وجائزة من هوم زارس نقول لك ألف مبروك الله تستاهل. يبارك فيك الله يعطيك الصحة الله يعافيك الله يسلمك وسؤالكم يقول ما هو أبو جعدة؟ فكر معانا أبو جعدة؟ أيوة دايدة يعني لا أبو جعدة بيقع يعني في يعني إيه بالضبط يعني دا اسمه فكر بقول لك اسم حيوان يلقب بأبو جعدة أبو جعدة؟ أيوة الفار مثلا ابو جعده ايش رايك لا اول مره اسمع ابو جعده نفس طخير هو حيوان ايوه ابو جعده فهد مثلا لا لا اعطيني تعرفينه صقر لا نسر غيري ليش كل الطيور غيري شوي اوكي نسر لا غراب بعيد عن الطيور ايوه اوكي مش حيوان بلا حيوان قنفذ غلط يعني أبو جعدة المفروض إنه هو شخصية معينة يعني ولا ما عنديش فكرة عن للأسف ما عنديش فكرة قد يكون حيوان أيوه الكسلان شلون حركته بطيء بيتحرك كده ويتسلق لا هاي لقب الكسلان هو لقب الكسلان أنا بلي لقب أبو جعدة ممكن يكون الفهد بما انه سريع فلما بيقعد مو ابو قعده ابو جعده غير عن ابو قعده اكيد ما هو ابو جعده بجعدني كثير يعني بيحكي كثير الشخص المتلاعب لقب لحيوان معين ايوه الاسد لا الجمل لا شيء صغير ولا كبير يعني وسط الثعلب لا النمر لا الاسئله اللو يعني الذئب ال ذئب الذئب صوت ايه زين هي جاوبت هي تستاهل هدايا هي تستاهل مبروك تستاهلين مبروك ربحت معانا جائزة من دماس المجوهرات وجائزة من الجزيرة العطور وجائزة من شوبان الحلويات والتمور وأيضا من مركز ماربل الطبي وجائزة من هومز آر أس وجائزة من الميرة المواد الاستهلاكية ألف مبروك تستاهلون شكرا شنو الإجابة؟ ذئب سؤالكم يقول شيء إذا قلبته يتقشعر جسمك فكروا وفكر معانا شيء إذا عكسته يتقشعر منه البدن جماد هو
رمل غيرها طابو لا غير ملح غير ملح ملح ها. انت تعطيني كلمات شي ولا قاعد تعكسهم لا يعني اعطيك كلمات الاشياء اللي هي يعني تشعر منها الجسم يعني ايوه عطنا اسمنت ملح لا الرمل لا انت رحت طابوق واسمنت ليش يعني رحت صوب البنيان شوي هذه الاشياء اللي انا يعني اشعر منها شخصيا يعني يقشعر جسمك اذا عكست الضوء لا بعد غيرها الكهرب الكهرب يشوطك قل لي نكتة إذا ضحك بساقك إذا ما ضحك زين يقول لك في نقطة على الحيط ليش نقطة سوداء على الحيط ليش دودة سوداء في ضحكة في ضحكة جاية في ضحكة جاية أضحك عليك إنك تضحك يعني أنت اللي ضحكت مبارك أوكي يقول لك السؤال شيء إذا عكسته يتقشعر منه الأبدان تركيز تفكير شوفوا العين يا جماعة ركزوا على العين زوم على العين سمسم لو جزيتها تصير سم وسم تتقشعر من الأبدان وإذا عكسناه شو بيصير؟ مسمس؟ لا السم لو عكسته يصير سمسم كلمتين سمسم ويكون سم عادي يعني أي واحد يخاف من السم هاي إذا أكلت نص تموت إذا أكلت كامل تعيش هاي سؤال ثاني أوكي شيء لو أكلته أو إيش؟ لا ما في أكل أوكي شكلك ما تفطر سعد أبداً والله شيء إذا عكسته تتقشعر منه الأبدان لغز كلمة ضرب برد أب 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 شلون؟ ضرب ده اللي هو طريق أيوة برد لو جاء برد أنت جسمك بيأشعر من البرد والله فكرت ما شاء الله عليك لا اي حاجه بس ماشي الحال مر عليك قبل ولا والله ابدا اقسم بالله ابدا المصحف ابدا اصدقك انا وممكن اصلا الاجابه تكون مختلفه عن كده صح لا اجابتك صحيحه لا والله اقسم بالله صدمني صراحه ايش اصلا انا بدور على حاجه بتقشعر البدن الاول وبعدين بعكس فاللي بيقشعر البدن صراحه من اجابتك انا البرد طبعا فبقول لك الف مبروك تستاهل القاري يا جماعه واو مبروك ربحت معانا جائزة من دماس للمجوهرات وجائزة من الجزيرة للعطور وجائزة من شوبان للحلويات ومن ماربل مركز طبي وأيضا جائزة من هوم زرس وجائزة من الميرا المواد الاستهلاكية شكرا جزيلا الله يسلمك طيب. أكمل المثل العرس حق اثنين والشطة أبي منكم كلمتين وفكروا معانا العرس حق اثنين والشطة للعزول للعزول يعني ما فهمت العزول دي عندنا بالمصري مش عارفها بالخليج يعني يعني الثالث اللي هو يعني اللي أي فهمتك بس لا العرس الاثنين يعني زي اللي دخل بينهم كده ما هي عندنا للعزول يعني الفرد الثالث اللي دخل عليهم غيري عطني كلمتين غيرها والفرحة مثلا للمعزيم يبوا لي كرسي يا جماعة يبوا القاري شو أخبارك ما شاء الله عليك تلعب سلة ولا طائرة ولا سلة ما شاء الله يقول لك السؤال أوكي أكمل المثل العرس حق اثنين والشطة أبي كلمتين العرس حق اثنين والشطة حق واحد ليش حق واحد كثر الشطة حق ثلاثة أشكرك العرس حق اثنين والشطة الأهل أكثر شخص العريس والعروسة العريس والعروس؟ الشط حق المعزيم أو حق المثل ما يقول لك شيء المثل يقول شيء ثاني الأصدقاء الأصحاب الشطة كلمتين يعني؟ إيه على وزن اثنين على صح؟ يعني على نفس الوزن صح حق 200 كذي؟ حق 2000 أيوه حق 2000 إيه انت قلت حق 200 وراك الرجل امراه وراك الرجل امراه قالت 2000 واجابتك انت صحيحه الف مبروك ربحت معنا جائزه من دماس المجوهرات وجائزه من الجزيره العطور وجائزه من شوبان الحلويات والتمور وايضا جائزه من فندق ذا تشيدي وجائزه من هوم زراس وجائزه من الميرا المواد الاستهلاكيه الف مبروك تستاهل الله يسلمك الله يعافيك وين القاري ما صدق انه خلصنا وراح المهم نلتقي معاكم بكره واشوفكم على خير